أيضا وصلته رسالات تهنئة من عديد من الملوك والأمراء، وصلته رسالة تهنئة طبعا من الشيخ خليفة، من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. والحقيقة أيضا البرقية كانت طويلة، ولكن أكد فيها طبعا الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين، وقال أننا ماضون بعزم صادق وإرادة صلبة في دعم الأشقاء في مصر العزيزة علينا على كافة المستويات والوقوف إلى جانبها في كل الظروف، وطبعا التطلع بثقة للعمل معكم لما في خير الأمة. الشيخ محمد بن راشد أيضا نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس وزراء حاكم دبي أيضا تقدم ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي. عندنا أيضا كله بقى، يعني عندنا ملك البحرين تقدم ببرقية تهنئة للرئيس السيسي، أيضا عندنا الملك الأردن الملك عبد الله أرسل أيضا ببرقية تهنئة للرئيس السيسي، وزير الخارجية البريطاني منذ قليل ويليام هيج تقدم قال المملكة المتحدة تهنئ الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه وتتطلع إلى العمل مع حكومته لتعزيز علاقة واسعة ومثمرة بين شعبينا، وأضاف إننا نتطلع إلى الرئيس المنتخب لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الحقوق الواردة في الدستور المصري من خلال فتح المجال السياسي وخاصة فيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات. وتابع المملكة المتحدة تدعم الشعب المصري في تطلعاته لمزيد من الفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية والحرية والحقوق، ونحن فخورون بأن نكون أكبر مستثمر أجنبي في مصر، وسيزيد دعمنا للتعليم والبحوث والمنح الدراسية في المرحلة القادمة. يعني كل هذه رسائل الدعم من عدد من الدول. إيران أيضا أرسلت برقية وأعلنت دعمها للرئيس الجديد، وقالت أنها تدعم اختيارات الشعب المصري وتدعم الرئيس الجديد. أيضا أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح أيضا أرسل برسالة يؤكد فيه دعمه للشعب المصري ودعمه للمشير للرئيس عبد الفتاح السيسي.